بهذه الحكومه الاسلام الذبي. باش انت مواطن ولد القحبة، اش ولد القحاب في هذيك البلاد القحاب؟ واش انت دير امك المروكي عند امك شي حق؟ اشنو كيجي لطبون امك وما عندي امك فيها الحق ولد العبد؟ غادي يهزم فمك ولا النوفر الكدار تعبو. وهذا الآلة القمعية المخزنية توتاليتاريا المجرمة القتالة الوحشية الفحشية المعدبة المقملة الخانزة اللي كتجيب لنا الأمراض كلها، اللي كتجيب لكم العداوة وكتجيب لنا التقحبين والبيدوفيليا ولا بروستيتيسيون والحشيش ولي دروغ ولي بريزون ولا تورتور. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ لانه هو البلاد ديالنا كتحكم فيها عصابة ديال هذاك القصر ديال الزوامل. ايه بانسيون بانسيون. حنا امازيغ، حنا موالين البلاد، حنا الشرفاء ديال البلاد اللي فري، ماشي تابعين لشي قريش ولا شي دم الاخرى اللي غا خيال. دي اشكال تخلفوها؟ انتوما ولاد القحاب، الوزارة ولاد القحاب، هاد ولاد القحاب وي، انتوما ولاد القحاب في البرلمان ديال القحاب. كضحكوا على شعب حمار. انا تعيينات الحكومه ديالي نهار 3 يناير وتنصبت نهار 26 يناير 2012. هذه المره دقق المعلومات ديالك ولا شوف اللي تيكتب لي كيدقق لك. نص كوميره وشويه الزبده باش عشتوا على القحاب. يخلي معاه لك انت مسخور. يا دودي لك اللغه العربيه وقال وان ولا انت ولا الا ولا فات ولا ما زال وزبي وانسان فاك يو فاك يو يا ولد القحبة. قوانين لاحترام اللغة العربية وقوانين تدفع باللغة العربية لكي تحترم. يا عاش الملكة يا عاش الهدى يا نارية يا سيدنا يا الملكة يا ضنايا وهبيلة. عندي الرب ديال المغاربة كلهم دين أمهم اللي ما كيفكروش كرجال وكنساء أحرار. إن عندي ربكم الحرق دين أمكم أنا. الحرق دين الرب ديالكم. إن عندي ربكم. إن عندي الرب هادو الخونة. يا نهار أسود، أنت ملبوس ولا إيه؟ مهبولي. المساجد ديالكم كلهم قحاب. المساجد ديالكم ودار الدعارة سي لا ميم شوز. لا ميم شوز لا ميم بيتيز. المساجد والقصر. والكوميسارية هي نفس الشيء. شديني ضرك العوار شي واحد زيد شديني سيرين على جدك وجد والديك. جنسية مغربية انا ما بغيتهاش ما راضيهاش جنسية القحاب. انت مفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جاية من برا دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفين. وكنقول لكم مواتكم انا كلهم حويجة وتكون كلكم يا البلطاجية ولادي يا ولاد القحبات ولادي. هذا راه اللي كيدوي معاكم باكم القحاب. مهبولين.